السلام عليكم ورحمة الله. الركن يبدو اكزايتي، ما هو المفترض ما نسميه ركن، المفترض نسميه منبر خلافا لاركان الجماعات الثانيه. عندي انا سؤالين، وما اشك شعور ما داخل، يعني انا ما جاي داخل ولا جاي ناظر ولا جاي زي ما بقول مناقش، شغل اسئله. والاسئله ربنا امر بها في القران الكريم، ربنا قال الرحمن فاسال به خبيرا، وقال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لان المناقشات لا فائده فيها، انت لو ناقشت زول عند المثل اللي يقول لك القلاب جفا، انت لما تتغالب مع زول يبقى جفا، وغايت ما لا فائده فيها. ابو بكر عذاب ربنا يجزيه خير قال شنو؟ قال ما في كنايه. انا عندي سؤال في المحل ده، قال في القران الكريم ما في كنايه، ربنا قال شنو؟ وما المسيح عيسى بن مريم الا رسول لحد امه صديقه كان ياكل عن الطعام. قالوا دي كنايه انه المسيح عيسى بن مريم وامه ما بياكل الطعام لكن بيمشوا الحمام. دي كنايه عن شنو؟ عن انه الانسان يمشي الحمام يعمل استقلاب غذائي، يعني يعمل تحول غذائي. الكنايه الثانيه قالوا حملناه على ذات الواح ودسر، قالوا دي برضه كنايه في سوره نوح. دي قالوا كنايه عن موصوف، كنايه عن موصوف اللي هو السفينه. عندي سؤال ثاني، الدعوه دي هي انه فرض كفايه ام فرض عين؟ قالوا الفرق قسموه لاثنين، فرض واحد فرض كفايه، واحد فرض عين. الدعوه دي فرض كفايه ولا فرض عين؟ اذا كان الفرض كفايه والانسان لا، اذا كان الانسان ضد عينه وقلنا يا اخي انت مشرك، انت مشرك كافر بالله، هندير المغولات حقتك. ده كتاب معاصي طبعا، ما كتاب للشيخ، بس على سبيل المثال لو قلت لك دي مغولات حقتك وناديتك قلت لك يا اخي تعال، الكلام ده شرك بالمعنى الواضح كده. احد انسان قال خلاص انا اتوب، ترى ما مضطر، انا في فهمي انا، ما تقولوا كمان يعني انا شغال بفهم، انا شغال بدليل. طبعا مين ما قلت فهمك، الناس بيتهموك انت شغال بفهم وكده. معلش انا بقول في فهمي انا ان الانسان لو تاب ما ضروري، انا ما مضطر تاني نعزمه في اماكن ثانيه ونتكلم فوق كثير، انه فلان والله عزمته وما تاب، وفلان تكلمت معاه ما تاب، وفلان ما عزرته وما تاب. ده موضوع، انا موضوع نتكلم في التوحيد يفقد الكتاب والسنه، نتكلم ان الزور ما يهدف بغير الله موجود، ربنا قال احفظوا ايمانكم، نتكلم على التوكل، ربنا قال من يتوكل على الله فهو حسبه، نتكلم على النداء، ربنا قال نادوني انا واذا سالك عبادي عني فاني غريب، نتكلم عن اي حاجه. شكرا، ربنا يوفقك ان شاء الله. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ سأل بعض الأسئلة وقال ربنا سبحانه وتعالى أمر بالسؤال وكده، وأنا ما جاي للنقاش ولأنه الجدال ما فيه فائدة، واستدل بالمثل السوداني أنا ما حفظته كويس، وهو قال زول دليل. نحن برضو عندنا النقاش والجدال عندنا عليه دليل من القرآن مش المثل السوداني. ربنا سبحانه وتعالى قال وجادلهم بالتي هي أحسن، فالجدال بالتي هي أحسن وبما يكون فيه الخير والنفع فهو ممدوح، ولكن هذا الجدال يذم في مواطن، إذا كان هذا الجدال بالباطل أو كان جدال بعد بيان الحق وبعد ظهور الحق، و إذا كان الذي يجادل ليس عنده علم أو كذا فده، أو جدال بغير الأدلة فهذا جدال بالباطل، أما بخلاف ذلك فهو جدال ممدوح مأمور به في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه أحكام يطول الكلام وذكرها. وأما السؤال فما في إشكال، يعني إذا بقى سؤال والجدال برضو بكون بالسؤال فما في داعي للمقدمة الطويلة دي. طيب قال أبو بكر آداب قال ما في كناية في القرآن، وقام استدل بقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، والآية الأولى شنو؟ ها؟ أيوة. ما في زول من أخواننا قال إنه القرآن ما فيه كناية، ما قال الكلام ده، وإنما تكلموا عن المجاز، عرفتها؟ والكناية موجودة في الكتاب والسنة، ما في مشكلة. والكلام ده برضو ذكره شيخ أبو بكر، كان عنده دورة في رد شبهات الصوفية، كان بيشرح من كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في نهاية كتاب أضواء البيان في الشجرة هناك، وذكر الكناية وكده وقال هي موجودة فما في إشكال.
لأنه الكناية ما فيها كذب، لأنه ربنا قال ذات ألواح ودسر، يا هي السفينة ذات ألواح معناها خشب ودسر معناها مسامير، مش أفتح تفسير القرطبي الآن، فما في مشكلة، هل فيها مسامير وخشب دي شنو دي؟ دي السفينة ما في مشكلة، وذات عرفتها؟ المهم فدي ما فيها إشكال، وإنه ربنا سبحانه وتعالى كنى عن الموضوع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكني حديث عائشة رضي الله عنها، حديث على كيف يعني تفعل الحائط، فلما سألت الصحابية النبي عليه الصلاة والسلام قال خذي فرصة من مسك أو نحو ذلك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر بها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري بها، قالت كيف أتطهر بها؟ فأخذتها عائشة وقالت تتبعي بها أثر الدم، عرفتها؟ فدي كان كناية من النبي صلى الله عليه وسلم، فما فيها إشكال الكناية، لأنه ما فيها نفي لما أثبته الله أو إثبات لما نفاه الله. أما المجاز ده الممنوع في الكتاب والسنة، وبعض العلماء قالوا حتى في لغة العرب. طيب وذكر لك كان الكلام ده في المنبر الفات، ممكن تراجع. قال الدعوة هل هي فرض كفاية أو فرض عين؟ وقال زول مثلا بينا له إنه مشرك وتاب، ما في داعي نتكلم عنه في كل مكان وكده لأنه تاب. أنا ما أعرف العلاقة شنو بين هل الدعوة فرض كفاية وفرض عين، وزول مشرك تاب بينا له وتاب ما في داعي تاني نذكر له، أنا ما أعرف العلاقة شنو، ما في علاقة. أما الدعوة فهي من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن بقية الناس. الدعوة إلى الله من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن بقية الناس. وقد تجب الدعوة إلى الله على بعض الناس بأعيانهم، زول قد يكون عالم وفي البلد ما في إلا هو، فبعد ده بتتعين عليه وتبقى عليه فرض عين، عرفتها؟ ويجب على أهل البلد الذين ليس عندهم علم أو لا يستطيعون حفظ النصوص القرآنية وكلام أهل العلم إلى آخر، الواجب عليهم أن يعينوا هذا الإنسان. فلو وجب عليهم أن يعطوه من المال ما يشتري به وسائل الدعوة، اشتري له سيارة مثلا يسافر بها، أو اشتروا له كتب يبين بها الحق ويتعلم ويدرس ويزداد من العلم، فيجب على أهل البلد هنا واجب عيني إنه بتبقى عليهم دي نفقة واجبة، فهمتها؟ فدي الدعوة إلى الله. أما سؤال بتاع إنه زول يعني قال كلام ونشره بين الناس وبعد ذاك هو تاب، فهل بعد ذاك يجوز إنه ننشر الكلام ده وتاني نرد عليه ونجيبه في كل منبر وكده ونكرره؟ أول حاجة نحن ما بنعلم إنه في واحد نحن ردينا عليه وتاب، تعلموا أنتم؟ أنا ما بعلم. البرعي تاب، المكاشفي تاب، الصائم ديما تاب، تعال استمنا قبل شوية تاب، ردوا عليه كم مرة، فهمت؟ الصوفية البيجاي ديل حصل تابوا، شعبيين تابوا، الشيوعيين تابوا، ما في ناس تابوا، ما في. فهذا الافتراض افتراض نظري بس في العقل، لكن لا وجود له في الواقع. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الزول لو تاب، زول لو تاب وقال أنا تبت وهو نشر باطل، ده براه ما كفاية، لغاية ما ينشر من الحق ما يكذب به هذا الباطل الذي انتشر بين الناس. والكلام ده دليل شنو؟ ربنا قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ثلاثة شروط، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأي زول ينشر باطل بين الناس لابد من بيان هذا الباطل. طيب قال سؤال الأول، هل يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر وما هو الدليل؟ وهل تقبل الصلاة في المسجد اللي فيه قبر؟ ما بيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة كلهم متفقين على أنه ما بيجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، ما بيجوز. والصلاة إذا اختل شرطها صارت فاسدة وباطلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو جنو فهو رد. ما مستند من قال أن المسجد لو كان فيه قبر يهدم الذي عمل أخيرا، فلو كان المسجد أولا بني
يخرج القبر والعكس صحيح. هذا أدلة ما ذكر العلماء، ما ذكر العلماء. ولأن بيوت الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يدخل فيها القبور، والأدلة ذكرناها من الـ من الـ من الـ من السنة، فما بيجوز. طيب،